FM. الكلمة ليك. مرحبا بكم. اليوم باش نحكي لكم على الهادي نويرة، السياسي والاقتصادي التونسي. تولد في 5 أفريل بالمنستير لأسرة ميسورة، وتلقى التعليم الابتدائي بمسقط رأسه، ما تمكنش من وصل تعليمه بالمدرسة الصدقية بالعاصمة. تابع تعليمه الثانوي بمدينة سوسة، وقتها حب كرة القدم وانضم إلى صفوف النجم الرياضي الساحلي. انتقل للعيش في فرنسا، وين تحصل على شهادة البكالوريا بباريس عام 31. حضر في 1934 تأسيس النواة الأولى للحزب الحر الدستوري الجديد رفقة الحبيب بورقيبة، اللي كان عضو في الديوان السياسي للحزب. ولا نويرة عضو ناشط في الحزب، وتعرفت عليه توجهاته الليبرالية. انتقل مرة أخرى لفرنسا، وين تابع دراسة متاعه وتحصل على الإجازة في الحقوق. في نفس الوقت واصل نشاطه السياسي بالانضمام لجمعية الطلبة المسلمين بشمال إفريقيا، وتأسيس لجنة الدفاع عن الحريات بتونس اللي شغل منصب أمانتها العامة. بعد ما رجع لتونس تعرض للاعتقال بسبب نشاطه السياسي، وتم إيداعه سجن تونس المدني ثم سجن بورسق. بعد نفاوه لفرنسا رفقة بورقيبة وناشطين أخرين، رجع لتونس في فيفري 43، إلا أنه نفاوه من جديد لإيطاليا، وقتها ساهمت فترات سجنه في تقريبه لبورقيبة. برز من عام 1949 كمفاوض معتدل، إلا أنه تعرض للاعتقال مجددا وتم نفيه إلى الجنوب التونسي في أفريل 52 بعد رفض المشاركة في حكومة صلاح الدين البكوش، بعد تم إخضاعه للإقامة الجبرية في عام 53. بعد إطلاق سراحه ولا في أوت 1954 وزير للتجارة في حكومة الطاهر بن عمار، ثم وزير المالية في حكومة الحبيب بورقيبة، اللي كلفه بإنشاء البنك المركزي التونسي اللي تولى فيه منصب المحافظ منذ تأسيسه عام 58 حتى يكشل 70. بعد فشل التجربة التعاضدية اللي قادها الوزير أحمد بن صالح، سعى بورقيبة نحو الانفتاح الاقتصادي، وعين نويرة وزيرا أول في 1970، وكلفه بمهمة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. خدم نويرة المنصب لعشر سنوات، تميزت بنجاح اقتصادي وتحسن الأوضاع الاجتماعية، إلا أن العشرية هذه شهدت بوادر الأزمة السياسية، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل. غادر الهادي نويرة الحياة السياسية نهائيا في 23 أبريل 1980 بعد إصابته بجلطة دماغية، وخلى صورة حسنة لحنكته خصوصا في الميدان الاقتصادي، ونجاحه في إدخال الاقتصاد التونسي في اقتصاد السوق بأسلوب واعي ومدروس وتحقيق نسبة نمو هامة. توفى في 25 جانفي 1993 كيما البارح، وتم دفنه بمسقط رأس المنستير، وتسمى باسم الشارع اللي فيه مقر البنك المركزي توا، والشارع الرئيسي لمنطقة حي النصر. الكلمة ليك.